خدي بالك انت متراقبة. جاي لي ليه يا فارس؟ انت مصدق ان انا قتلته يا ماهي؟ المهم انت مصدق. انا لو مصدق اني قتلته كنت سلمت نفسي، او على الاقل كملت هروب. بس صدفة غريبة قوي ان اللي عايز يدبسك ويخلص منك يدبسك في جوز حسنة بالذات. برافو عليكي. مين بقى اللي كان يعرف اللي بيني وبينها وعايز يأكد عليها التهمة؟ بس الموضوع ما كانش سر. بس اتنسى. مين بقى اللي بيألف في القديم وعايز يخلص مني؟ مين اللي بعت ورايا بدل الواحد عشرة أكتر من مرة؟ لعلمك أنا رحت لهشام الصواف السجن وما أنكرش. وإيه علاقة جوز أختك بأيمن ناصر؟ شبكة الفساد كبيرة، كبيرة أوي يا ماهي. يخلصوا مننا ويعيشوا هما مترستين في أمان. وأنت بقى داخل تنطح في ناس كبيرة زي دي ما تعرفش ممكن يعملوا إيه؟ عشان أثبت براءتي. براءتك اللي أنت مش متأكد منها أصلاً؟ أوعدك لو اتأكدت إن أنا اللي قتلته هسلم نفسي. بس الموضوع متظبط على مقاسي قوي، وانا الحكايات دي لما بتتظبط قوي كده بقلق. وهتثبت براءتك ازاي وانت هربان؟ بركه فيكي. انا تاني بكره الساعه 10 الصبح هتروحي لنظيم رفعت، هيديكي حاجه، هقابلك الساعه 4. فين؟ تحت عياده الدكتور اسامه. بجد ولا زي كل مره؟ ما عادش فيها زي كل مره، المره دي بجد. طب خلي بالك. البركة في الكوفية بتاعت الأستاذ نظيف.